بدأ ريكورد، أوكي. ظهر عندكم، مش هيك ظهر ريكوردينج. يعني ما فيش برمشن لسه. اوكي هاي شيء غريب. بياخذ ثواني لما يوصل اوكي لهم. اوكي ظهرت. تمام. اوكي إيه تاسك من التاسكات اللي انا بي اسمها نيم اديت ريكوجنيشن. انا طالب ثالثة محمود، وان شاء الله يعني بنتعرف شوي على التاسك هذه. الاجنده كالتالي: كبدايه بدنا نحكي شو هو النيمد انتيتي ريكوجنيشن او الاني ار، ايش الكومن ابروتشز المستخدمه في مش في الاني ار بالذات بس بكل الان ال بي تاسكس. يعني كلنا اكيد حنشوف اللي هو الريكانت نيورال نتورك او اللونج شورت تيرم ميموري، كونديشنال راندوم فيلد، والترانسفورمر او الباي دايركشنال انكودر ريبريزنتيشن فور ترانسفورمر اللي هي البيرت اللي معنا. بعد هيك بدنا نحكي عن الريليتد بورك ووركس ال 12 بيبر اللي طلبهم الدكتور. بعد هيك بدنا نحكي شو انا وانا وصلت في التقرير المطلوب منا او في البروجكت هذا. كبدايه اللي هو الاني ار، هي عباره عن تاسك او اول ما طلع مصطلح الاني ار طلع في المسج اندرستاندينج كونفرنس. في الاني ار هي عباره عن تاسك بتكون من جزئين مهمين. اول شيء انا في النص المعين اقدر اعمل ايدنتيفاي للانتيتي اللي هو احنا بنقصدها بالانتيتي اسم علم، اسم مكان، اسم مؤسسه، ديت تايم. كل هذه الشغلات عباره عن انتيتيز بالنسبه لنا. بعد هيك انا بعد ما اني احدد انه هذا انتيتي او لا، بعد هيك بروح بعمل له كلاسيفيكيشن ل هل هو مؤسسه، شخص، مكان، اورجنايزيشن، ديت بالشغلات. وين فائدته بتقبع؟ اوكي بنقدر نعتبره كانه ستاند الون تاسك، او هو بصراحه مهم في كل التاسكات الثانيه اللي للان ال بي، زي اللي هو الانفورميشن اكستراكشن، زي الكويشن انسر موديل، زي الماشين ترانزليشن. يعني في بيبرز من في بيبر من البيبرز اللي كانوا موجودين كان بيحكي عن الكيوري بتاعت جوجل. جوجل كانت بتحكي انه 71% فعليا من السيرش عندها عباره عن السيرش نفسه او الانسر له. فهنا عاد حاطين نص بسيط، يعني في النص هذا بقول لي انه اندري ويلكي هذا عباره عن اسم شخص، الليبر اللي هو حزب العمال هذا اسم منظمه، 2010 هذا ديت، ويلكي وواكشوت هذول اسم شخص، اللي هو الجرينز حزب الخضر اللي هو برضه اسم اورجنايزيشن. طبعا هذا الانتيتيز الموجوده هان اللي هو بيرسون او ديت او لانجويج او لوكيشن او اورجانيزيشن، هذا اللي هو اليوزر بيقدر يعملهم بري ديفاين. يعني مش شرط انهم يكونوا عددهم ثابتين، لا انا بايش بيلزمني الموديل اقدر احدد انتيتيز، بقدر احدد زي ما احنا بدنا. هل قلت ليش اللي هو الترانزيشنال نيورال نتورك مش كثير مستخدمه في الان؟ بنعرف النيورال نتورك اللي هو انا في عندي انبوت لاير، بعد هيك هيدن لاير، بعد هيك اللي هو الاوتبوت لاير. طبعا الشغله هذه مش كثير مستخدمه في الان ال بي. ليش مش مستخدمه؟ يعني انا لو في عندي مثال، لو في انا عندي دوكيومنت بالدوكيومنت واحد مثلا اللي هو I'm presenting an NLP name entity recognition project، هذه عباره عن 6 words. لو في عندي دوكيومنت ثاني اللي هو شو اسمه اللي هو this task is no دوكيومنت ثاني هذه موجوده عندنا، هذه عباره عن 15 وورد. التشالنج اللي بصير عندي انا في الانبوت ستيج كم نيورون بدي استخدم، هل بدي استخدم الخمسه السته ولا بدي استخدم ال 15؟ اوكي طب استخدمت ال 15 جتني تكست ثانيه اكثر من 15 ايش اعمل؟ في حل انه اوكي انا استخدم الماكسيمم سنتنس والباقي احط صفار، بس هذا حتدينا برفورمانس كثير واطي. الشغله الثانيه اوكي انا استخدمت، ممكن هذه نحلها بانه نحول كل كلمه موجوده عندي لفيكتور، لو لا امبيدنج فيكتور مثلا نستخدم ان نحولها لفيكتور من دايمنشن اللي هو مثلا 1 في 4. اوكي هل قلت انا حولته لفيكتور بس بطل في عندي اللي هو السيكونشال الموجود عندي،
أنا في عندي الـ NLP أو الـ NLP data، هذه عبارة لازم أنا أتعامل معها كـ sequence data. بقدرش اللي هو أو مثلاً نيجي نحكي على الترجمة، لما أنا أجي أترجم باجي بقرأ الجملة كلها وبترجم المضمون تاع الجملة، بجيش أترجم كلمة كلمة. فبما أن عندي أنا sequential data فبتفشل اللي هو الـ traditional NN أو الـ traditional neural network إنها تتعامل معها. فعشان هيك بدنا نتعامل مع neural network تقدر تتعامل مع sequence data. اوكي، قبل ما نخش على النيورال نتورك بدنا نحكي على الوورد امبيدنج. الوورد امبيدنج هو انا لما بدي ادخل اي كلمه في المديول اللي عندي بنفعش ادخلها ككلمه زي ما هي، لازم احولها من كلمه لفيكتور. كبدايه اللي هو الوورد امبيدنج كان عباره عن الون هوت فيكتور، اللي هو عباره عن انا بجيب كل الكلمات او كل الفوكابولري اللي موجوده عندي، الفوكابولري برتبهم من A to Z. يعني نفرض أول كلمة كانت أبل، آخر كلمة كانت زو، وعندي عدد الكلمات كانوا 10,000 vocabulary. فأنا فعلياً كل كلمة بقدر أحطها في الـ One Hook Vector هذا، اللي هو ترتيب الكلمة اللي أنا بدي إياها. مثلاً King عبارة عن 1 والباقي كله صفار. طبعا النظام الامبيدنج هذا كتير كان عقيم، لانه فعليا ببساطه كان في عندنا مثلا كلمه كار وكلمه كات، الاثنين كانوا حيكونوا ككلام قراب من بعض بس كمعنى كتير بعاد عن بعض. فقالوا لا، احنا بدنا نعمل اللي هو وورد امبيدنج طريقه افضل من هيك، بانه حيث انه احنا نحط عدد من الفيتشرز الموجوده عندنا ونعطي كل كلمه قديش هي جايبة من الفيتشرز هذا. مثلا أنا في عندي الجندر، إذا كان الجندر 1 فهذا معناته أنثوي، الجندر كان سالب 1 فهذا معناته ذكوري، وهكذا. الرويال نفس الفكرة، الإيج، الفود. فالفايد كان والمومن الكلمتين قراب من بعض، أو كمصطلح الاثنين قراب من بعض، وكوورد فيكتور الاثنين برضو قراب من بعض، الكينج والكوين نفس الفكرة إقراب من بعض في المعنى، فلازم يكون إقراب من بعض في الفيكتور. مثلا أبل وأمان حلاقيهم بعاد عن بعض بالفيكتور، يعني أنا لما أجي أمثلهم بالفيكتور سبيس حلاقي مثلا هنا الكينج وهنا مثلا الأبل، ففعليا اثنين بعاد مع بعض. يعني أنا لما أجي أعمل سيميلارتي أو الكوزان سيميلارتي حيكون في فرق ما بينهم، بس اللي هو الأبل والأورانج لا، اثنين إقراب من بعض فالفيكتور إلهم كتير قريب من بعض. ايش انا بستفيد من هذه؟ اوكي، انا لو في عندي داتا سيت او دوكيمنت في التريننج سيت كان موجود اللي هو روبرت لين از ان ابل فارمر. روبرت لين هذا عباره عن اسم شخص بيرسون، وظهرت عندي في التست داتا سيت اللي هو مثلا بدر الدين is an orange farmer، وبدر الدين هذا بالنسبة لي ما ظهرش في التريننج سيت، فهذا بالنسبة لي unknown. بس الموديل بالحالة هذه اوكي، بما انه الابل والاورنج الاثنين لهم تقريبا نفس الفيكتور او لهم فيكتور قراب من بعض، فمن باب او اذا كانت هذه اللي هو روبرت لين عبارة عن بيرسون، فمن باب اولى ان يكون بدر الدين عبارة برضه عن بيرسون. فهيك قدر الموديل تاعي يعرف الانون وورد بناء على كلمة ظهرت في التريننج تيست في فيكتور مشابه للفيكتور اللي موجود عندنا. اوكي، بعد ما خلصنا الوورد امبيدنج نيجي نحكي عن اول ابروتش موجود عندنا اللي هو الار ان ان او الريكونت نيورال نتورك. احنا قلنا الشغلة اللي ما كانتش موجودة في النيورال نتورك العادية اللي هو كل كلمة كانت تعتمد على الاوتبوت للكلمة المعينة، كان بنخلي الاوتبوت يعتمد على الانبوت زائد الاكتيفيشن من اللي هو الكلمة السابقة. واول كلمة الاكتيفيشن اللي احنا بنفرض انيشال يا اما رقم صغير يا اما صفر. بعد هيك الاوتبوت الثاني زي ما احنا شايفين هنا بيعتمد على الكلمه الثانيه الموجوده عندي زائد الاكتيفيشن من الكلمه الاولى.
هيك صار عندي كل output بيعتمد على الـ input نفسه الـ input الموجود عندي بلس اللي هو الاكتيفيشن من الاوتبوت الانبوت الثاني. فصار فعليا ضمنيا الاوتبوت معتمد على الانبوت بلس على الكلام السابق. فهيك صار عندنا سيكونس موديل او سيكونشال موديل. بس الملاحظه عندنا هان انه الاوتبوت مثلا واي 3 مش حيطلع واي 3 الا اذا كان عندي طلع واي 2 ودخلوا الاكتيفيشن اللي هو الاي 2. معناته لو انا في عندي سيكونس من 100 كلمه الكلمه رقم 100 في الاوتبوت مش حتطلع الا اذا كان عندي طلع اللي هو سيكونس رقم 99 اوتبوت رقم 99. طبعا السيكونس بس ظهر عندنا مشكلتين. اول مشكله انه انا لو في عندي لونج سيكونس الاعتماد على الكلمه اللي بعيد عنه بصير اللي هو كثير ضعيف، فرب اسمه اللي هو الجريديانت فانيشنج. الشغله الثانيه انه الاوتبوت مش حيظهر الا لو ظهر الاوتبوت اللي قبله. هذول العيبين الموجودين في الار ان ام بس اللي هو كبدايه حلت لي مشكله السيكونس داتا. اوكي انواع الار ان ام تايب في عندنا اللي هو ال 1 تو ماني زي اللي هو مثال عليها الميوزك جنريشن. انا مثلا ممكن الانبوت انا ادخله كذا انبوت اسف الانبوت ادخله انبوت واحد هو لحاله يطلع لي اكثر من اوتبوت اللي هو عباره عن الموسيقى المطلوبه. انا ممكن اقول له دخل مثلا بدي موسيقى لفيردي هو لحاله يطلع لي مقطوعه موسيقيه لفيردي مكونه من كذا اوتبوت. النوع الثاني اللي هو الماني تو وان انا ممكن ادخل له زي اللي هو سنتمنت كلاسيفيكيشن او بشكل عام الباي باينري كلاسيفاير. انا ممكن اللي هو ادخل له جمله معينه وهو يا اما يقول لي يا اما بوزيتيف او نيجاتيف. هذا اللي هو ماني تو وان. او اللي هو النوع الثالث اللي هو الماني تو ماني اللي المستخدم عندنا او المستخدم في السيستم تاع الاني بدخل له كذا انبوت والاوتبوت له اكثر من اوتبوت. طبعا في الانيار في عندنا نوعين من الماني تو ماني، يا اما الانبوت بيساوي الاوتبوت نفس الانيار يعني كل جمله او كل كلمه انا بتطلعها بدي اعمل لها تاج. هذا اللي هو الانيار لانه كل انبوت عندي انا بدي ادي له اوتبوت تاج. او عندنا الماشين ترانزليشن انا ممكن ادخل له جمله من اربع كلمات بالعربي يروح يترجم لي اياها بالانجليزي ل 7 لا يساوي عدد الاوتبوت اللي هو النوع الثاني من الماني تو ماني زي ما احنا شايفين عندنا هنا. طبعا الماني تو ماني بيسموه اللي هو الانكودر ديكودر فورم اللي هو الانكودر اللي هو اللي بندخل عليه الانبوت بعد كده بيجي عندنا هنا الانكودد فيكتور بدخل على اللي هو الديكودر عشان يطلع لي الاوتبوت تاعي. اوكي قلنا في عندنا مشكلتين في الار ان ان. اول مشكله انه انا لو الكلمه المؤثره في الكلمه المطلوبه بعيده كثير فبصير عندي فانيشنج جريديانت. والشغله الثانيه انه الاوتبوت ما بيظهر الا اذا كان ظهر الاوتبوت اللي قبله. فاجت شغله اللي هو اللونج شورت تيرم ميموري او ال اس تي ام هذه حلت اللي هو قصه الجريديانت فانيشنج. ناخذ مثال عندنا هنا انا لو في عندي اللي هو the cat which ate fish and drink milk was born was brown. طبعا كلمه was المؤثر لها كان كلمه cat. انا لو بدي ارجع للار ان ان الويت اللي جاي لها من cat بما انه متكرر على كذا كثير ضعيف فانا او ما لهش تاثير فعليا فالجريدينت تاع الكات عشان يطلع لي او يديني كلمه واز فبكون تقريبا ما لهش تاثير. بحيث ثاني اللي هو فينا جمله ثانيه اللي هو ذا كاتس يعني صار جمع فصارت وير. فبما انه عندي المسافه كثير بعيده ما بين الانبوت والاوتبوت فالار ان ان كانت تفشل في الشغله هذه. فعشان هيك عملوا اللي هو لونج شورت تيرم ميموري انه انا ببساطه بقول له اوكي بدي اضيف انا في عندي تو باراميترز اللي هو الابديت او الفوكس والفورجيت باراميتر. بصير اقول له اوكي انا الكلمه المؤثره على واز بيجي على الكلمه الاولى ذا بقول له هذه فورجيت الويتش
forget وهكذا، بصير بس أدخل الكلمات المؤثرة عندي على كلمة was هي اللي تخش على النتورك تاعتي. هذه بالنسبة للالسيام، فالالسيام بس معمول عشان تعمل اللي هو عبارة عن ار ان ان بس معدل عليها انه انا لجريدنت فرش فانش اتجاوزها. اوكي بعد هيك في عندنا شغلة تانية اللي هو الباينري ار ان ان او الباينري الالسيام، هي عبارة عن ار ان ان او الالسيام تنتين موجودين، مرة انا بعمل له فيدينج من اليمين للشمال والمرة الثانية من الشمال لليمين، والاوتبوت بس بعمل له سميشن او كونكاتينيشن او الاستيام تنتين محطوطين جنب بعض، واحده بدخل الانبوت من يمين لشمال واحده بدخل الانبوت بالطريقه العكسيه وبجمع الاوتبوت. النوع الثالث اللي هو سي ار اف او الكونديشنال راندوم فيلد، طبعا هذه بسموها بعض اوقات ماركوف راندوم فيلد، نفس اللي اخذناه تقريبا في الانيغرام. هذه عبارة عن discriminative classifier مهمة تعمل decision bound، استخدم اللي هو logistic regression. طبعا هذا بيقول اللي هو ايش احتمالية كلمة انها تيجي وراء جملة، تقريبا نفس فكرة الانيغرام. اوكي نيجي للشغله الموجوده في البيرت اللي هي الترانسفورمر. الترانسفورمر هي عباره عن نيورال نتورك مبنيه على ديب نيورال نتورك ديب ليرنينج. هي ببساطه عباره عن ستاك من الانكودرز والديكودرز، زي ما شفنا في الار ان ان هنا اللي هو عباره عن انكودر وديكودر. بس اوكي بدل ما يكون عندي انكودر واحد وديكودر واحد، لا صار في عندي 6 انكودر 6 ديكودر، والانكودر حطوا فيه شغله اللي هو طبعا احنا لو نيجي نبحث عن الترانسفورمر هي ان وجدت في بيبر اسمها attention all is all you need، اللي هو بتعتمد كثير على الاتنشن موديول. الاتنشن موديول ببساطه انا لو في عندي كتاب مثلا زي كتاب الان ال بي اللي معنا، وقلنا مثلا احنا بدنا نقرا عن النيورال نتورك، اما امسك الكتاب واقراه كله تمام، بس بالحالة هذه أنا تركيزي على النيورال نتورك احتمال يكون كتير ضعيف. الشغلة الثانية حياخد مني وقت كتير في حل المسألة هذه، أو ممكن الطريقة الثانية اللي هو طريقة الاتنشن، أنا أروح بس أقرأ الجزئية اللي إلها علاقة بالنيورال نتورك. مثلا حلاقي أوكي شابتر 6 هو اللي بيحكي عن نيورال نتورك، بس أنا أقرأ شابتر 6 بدل ما إني أقرأ الكتاب كله، هيك انا بكون ركزت بلس انه طريقه اسرع بكثير. فالترانسفورمر هو عباره عن ديب نيورال نتورك بيعتمد على انديكيت ستراكشر. اوكي بيعتمد على الاتنشن. هيك نيجي نحكي على الانكودر ايش موجود جواه. الانكودر موجود فيه اللي هو السيلف اتنشن وفيد فورورد لاير، والديكودر عباره عن سيلف اتنشن وفيد فورورد بلس انه موجود عندي انكودر ديكودر. السيلف اتنشن هنا في عندي مثال، لو في عندي جمله اللي هو ذا انيمال didn't cross the street because it was too tired، فانا بدي اعرف ايش السيلف اتنشن مع الكلمه it اللي هو الموجوده في نفس الجمله. فبمسك بقول اوكي it ممكن ترجع على ذا انيمال او ممكن ترجع عديدينت بويت معين، طبعا اللي هو الانيمال اللون الغامق هذا معناته الويت له اعلى، ديدنت الويت اقل وهكذا. ممكن تيجي اللي هو الات ممكن تعود على ذا ستريت فيلها ويت ممكن تعود على تو. فهذا مفهوم اللي هو السيلف اتنشن، انا كل كلمه اشوف على مين في الجمله ممكن تعود. اوكي بعد اللي هو الترانسفورمر عندنا اللي هو البيرت. البيرت عباره عن بس اللي هو انكودر من الترانسفورمر، يعني اوكي البيرت بالضبط اللي عملوه لغوا جزئيه الديكودر، ما استخدموش الديكودر من الترانسفورمر بس اخذوا اللي هو الانكودر، فعشان اسمه عشان هيك اسمه الباي دايركشنال انكودر ريبريزنتيشن فروم ترانسفورمر. فهم بس اخذوا الانكودر
البيرت في انا عندي نوعين من البيرت، البيرت في عندي بيرت بيز هذا عباره عن 12 انكودر، وفي عندي بيرت لارج عندي 24 انكودر. طبعا البيرت هذه البيز بكون فيها 768 هيدن لاير، البيرت لارج بكون فيها 1024 هيدن لاير. طبعا البيرت بيستخدم اللي هو توكنايزر اللي هو وورد بايس توكنايزر. البيرت لما يجي بيتعامل مع الامبيدنج بقول مثلا في المثال هذا انه انا بدي اعرف ايش الامبيدنج لكلمه سيك، فالبيرت بقول لك اوكي انا عشان اجيب لك اللي هو الامبيدنج الها لازم تحطها في جمله، تحطها في سنتنس، فبتقول اوكي هيها في صارت في سنتنس، فبقول لك اوكي بالحاله هذه بما انه اللي هو تيجي بمعنى disgusting او مش مائز من شغله، فهي هنا فعليا معناها مش عيان معناها مش مائز من شغله، فبقوله اوكي في الحاله هذه هاي الفيكتور لها representation، فهي عمل لها representation عباره عن سياقها او معناها في الجمله تاعتي. اوكي كيف احنا بنستخدم البيرت؟ فعليا احنا بنستخدم الفاين تيونينج للبيرت كبدايه. انا لو في عندي طبعا هذا المثال موجود في الكلاسيفيكيشن موديول اللي هو ابسط انواع الفاين تيونينج للبيرت. انا فعليا انا كبدايه بدخل اللي هو الانبوت سنتنس اللي عندي، بعد ما ادخل الانبوت سنتنس هنا اللي عندي بيجي بعملها توكنايزيشن في الوورد بيس في الوورد بايس. فعليا انا لو في عندي كلمه بالشكل هذا ممكن يقسمها لكلمتين ويحط اللي هو الجزء الثاني من الكلمه يبدا بهاش هاش، فهذا بفهم انه هذول كلمه واحده. بعد هيك بتضيف اللي هو تو سبيشال توكنز اللي هو والسبريشن توكن. بعد هيك بروح بحول اللي هو التوكنز هذه لاي ديز. بعد هيك هذه الاي ديز بتخش على البيرت موديول اللي عندي. بعد هيك بتطلع احنا قلنا اذا احنا مستخدمين هنا البيرت بيز، فكل اوتبوت هذا عباره عن فيكتور من 786 الدايمنشن بتاعه 1 في 786. انا بما اني بحكي عن اللي هو الباينري كلاسيفيكيشن فانا بسمعني بالكلاسيفيكيشن اوتبوت. الكلاسيفيكيشن هذا بيدخلوه على لوجيستيك ريجريشن اللي هو باينري كلاسيفاير، بعد هيك بتديني اللي هو هل الناتج بوزيتيف ولا نيجاتيف بالحاله هذه. اوكي هذا بالنسبه للباينري كلاسيفيكيشن. احنا في او انا في النظام تاعي عندي اللي هو الان اي ار، زي ما احنا قلنا الان اي ار عباره عن ماني تو ماني وعدد الانبوت بيساوي عدد الاوتبوت. فانا فعليا اللي حعمله اوكي حعمل اللي هو وورد بيس، بعد هيك وورد بايس، بعد هيك اي ديز، بعد هيك ادخله على البيرت موديول. بعد هيك كل كلمة عندي أنا بتظهر أو كل output أنا عندي حاخده على classifier. classifier هاي اللي حدد لي هل إيش التاج المناسب للoutput هذا تاعي. أوكي في الفاين تيونينج كل الهايبر أو معظم الهايبر باراميتر بتضلها زي ما هي تاعت البيرت موديول. يعني أنا فعليا حستخدم البري تريند بيرت موديول بالبري تريند ويتس related work. كبداية في عندي اللي هو co-analal shared task هذه في 2003، هذه البيبر لحالها فيه لها citation 1145 citation. هذه عبارة عن task اشترك فيها 16 فريق، معظمهم استخدموا اللي هو maximum entropy. وين maximum entropy؟ اوكي معظمهم استخدموا maximum entropy. طبعا هذه الداتا سيت فيها كان اللي هو كانت ماخوذه من كورباس لرويترز، الجيرمان من نيوز بيبر لفرانكفورت نيوز بيبر. اوكي استخدمت اللي هو التاجنج سكيما اللي هو الاي او بي. اوكي مثلا ايش الاي او بي هذه؟ انا لو في عندي مثلا ثائر سهمود، اوكي الاي او بي انا اوكي ممكن هذه اقولها هذه عباره عن بيرسون
بس هذه عباره للبيرسون اللي هو البي، الاي اللي هو انسايد، البي الاو اللي هو اوتسايد، البي اللي هو عباره عن بيجنينج. فعندي اللي هو تعرف حيكون بيجنينج للبيرسون، سهمود عباره عن انسايد اللي هو البيرسون. فانا فعليا فهمت انه هذول التنتين برجعوا على شخص واحد. اوكي، زي ما احنا قلنا اللي هو 16 تيم اشترك في التاسك هذه، معظمهم مستخدم الماكسيمم انتروبي والهايد ماركوف موديول، واستخدم اللي هو ترانسفورميشن بيزد ليرنينج، وجاب سكور اللي هو 88.7 اف ون سكور. هذا البيبر الاولى. البيبر الثانيه كانت بتحكي عن نيم انتو ريجريشن